بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. نلتقي اليوم في آخر درس في التاريخ، وهو الحقبة القبطية في مصر. طبعا هنتكلم النهاردة على ظهور المسيحية في مصر. طبعا احنا عارفين ان تم نشر الدين المسيحي وبشر بالديانة المسيحية على يد سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا هنتعرف الأول إن ولد سيدنا عيسى في مدينة بيت لحم بدولة فلسطين. ولد في عهد الإمبراطور أغسطس قيصر. طبعا ولد سيدنا عيسى في عهد الرومان، فكان طبعا الرومان كانوا مضطهدين للعائلة المقدسة. من هي العائلة المقدسة؟ هو سيدنا عيسى وستنا مريم. فتعرض إلى الاضطهاد، يعني إلى الإيذاء من الإمبراطور الروماني هيرودوس. هنا قررت العائلة المقدسة ستنا مريم وسيدنا عيسى إنهم يتركوا دولة فلسطين ويرحلوا إلى مصر علشان يحموا نفسهم من الإمبراطور الروماني هيرودوس. وفعلا جاءوا قعدوا في مصر في دير المحرق في أسيوط. ثم بعد وفاة هيرودوس رحلت العائلة المقدسة مرة أخرى إلى فلسطين. هنا قرر سيدنا عيسى أن هو يقوم بإرسال بعض الرسل لنشر الديانة المسيحية. فوقع الاختيار على القديس مرقس أنه يقوم بنشر الديانة المسيحية في مصر. فبدأ طبعا القديس مرقس يدعو إلى الدين المسيحي. طيب طبعا الديانة المسيحية يا أولاد بتدعو إلى عبادة الله، إلى الأخوة والتسامح بين الناس، وإلى العدل والمساواة بين الناس. طبعا سيدنا عيسى اتعرض إلى الاضطهاد ومن الرومان، فقام بإرسال القديس مرقس عشان يقوم بنشر الديانة المسيحية. فبدأ القديس مرقس أنه يبشر بالدين المسيحي في دولة فلسطين. ثم اتجه بعد ذلك إلى أجزاء من أسيا الصغرى، ثم اتجه إلى مصر. فكان أول من بشر بالإنجيل، يعني بالديانة المسيحية في مصر، هو القديس مرقس. إمتى؟ في منتصف القرن الأول الميلادي. وبدأ طبعا يبشر بالمسيحية في مدينة الأسكندرية. هنا طبعا بتجيلي أكمل، أول نقطة في أكمل يقول لك بدأ القديس مرقس بالتبشير بالمسيحية في دولة نقط، ثم نقط، ثم اتجه إلى نقط. يبقى بدأ في فلسطين، ثم اتجه إلى أسيا الصغرى، ثم إلى مصر. ممكن هنا ما أقول لك تم نشر المسيحية في مصر في منتصف القرن نقط، يبقى في منتصف القرن الأول الميلادي. أول من بشر بالمسيحية في مصر هو نقط، يبقى القديس مرقس بشر طبعا بالمسيحية في مدينة الأسكندرية. طبعا القديس مرقس يا أولاد قام ببناء أول من شيد طبعا يعني شيد يعني قام ببناء أول كنيسة في مدينة الأسكندرية، وبنى طبعا مدارس في مدينة الأسكندرية علشان يقوم بتعليم الديانة المسيحية. في التوقيت ده تعرض القديس مرقس إلى الاضطهاد من الرومان. ليه؟ لأنه بيدعو إلى عكس ما يدعو إليه الرومان، وهو عبادة الله. يبقى بما تفسر اضطهاد الرومان للقديس مرقس ليه؟ لأنه يدعو إلى عكس ما يدعو إليه الرومان، وهو عبادة الله. تعرض القديس مرقس يا أولاد في الفترة دي إلى اضطهاد الرومان، وحاولوا إن هم يقتلوه أكتر من مرة، لكن رغم ده كله صمم وقام بنشر الديانة المسيحية لحد ما تم قتله على يد الرومان سنة 68 ميلاديا. بعد كده الإمبراطور الروماني دوكلاديانوس دوت إمبراطور روماني حكم البلاد، لكن في عهده قام بقتل مليون شهيد مسيحي. كان الإمبراطور دوكلاديانوس ضد الديانة المسيحية،
فسمي بعصره عصر الاضطهاد الأكبر أو عصر الشهداء، لأن في العصر بتاعه يا ولاد اضطهد المسيحيين وقام بإعدام 1,000,000 شهيد مسيحي، وقرر حرق الكتب المقدسة اللي هي كتب تعليم الدين المسيحية، واضطهاد العديد من الأقباط المسيحيين وهدم الكنائس. يبقى بما تفسر ليه سمي عصر ديقلاديانوس عصر الاضطهاد الأكبر أو عصر الشهداء؟ هقول: واحد، لاضطهاده للمسيحيين. اتنين، هدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة. رقم ثلاثة، إعدام العديد من المسيحيين أو إعدام 1,000,000 شهيد مسيحي. طبعا نتيجة اللي عمله دقلاديانوس، قرر هنا الأخوة الأقباط إن هم يقوموا بتخليد، يعني يعملوا حاجة ذكرى للشهداء المسيحيين في ذلك العصر. فطبعا اتخذت الكنيسة القبطية في مصر بداية عصر دقلاديانوس 284 بداية للتقويم القبطي، ماشي؟ عشان كده سمي التقويم بالتقويم القبطي. يبقى ما النتائج مترتبة على اضطهاد دقلاديانوس للمسيحيين؟ هقول: دفع ذلك الأخوة الأقباط إلى تخليد الشهداء وبداية التقويم القبطي منذ عصر الإمبراطور دقلاديانوس. طبعا في الفترة دي يا أولاد عانى المصريين من اضطهاد ومن سوء معاملة الرومان، لأن هنا طبعا الرومان كانوا بيفرضوا ضرائب على المصريين، كانوا مضطهدين الديانة المسيحية، كانوا بيعاملوا المصريين معاملة سيئة. مش ما كانش المصريين لم يتولوا أي حكم داخل بلادهم. في التوقيت دوت ظهر طبعا القائد عمرو ابن العاص، وهو قائد الجيش المصري، جيش المسلمين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. كان عمر بن الخطاب كان هو ثاني الخلفاء الراشدين، وكان بيحكم، وكان هو خليفة للمسلمين أو ثاني خلفاء الراشدين. فقرر وقتها عمرو بن العاص، أشار على عمر بن الخطاب إن هم يقوموا بفتح مصر لنشر الديانة الإسلامية. وفعلا في الوقت ده أول ما المصريين عرفوا رحبوا طبعا بالفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص، عشان هيخلصهم من حكم الرومان سنة 641. هنا أقول لك بما تفسر: رحب المصريون بالفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص، هقول الإجابة لتخلصهم من ظلم الرومان. أو ممكن أقول لك: من الذي قام بالأعمال الآتية تمكن من فتح مصر وتحرير المصريين من أيدي الرومان عام 641؟ يبقى القائد عمرو ابن العاص. طبعا هنشوف إيه هي أهم الآثار القبطية في مصر. أول حاجة الكنيسة المعلقة عندي هي يا ولاد في الصورة. أنا طبعا أي بناء بيتم بناؤه بيتم مبني على الأرض، بحط الأساس داخل، بنحفر طبعا الأرض وبضع الأساس بتاع العمارة أو المبنى بتاعي، وبعد كده ببدأ أطلع بالأدوار المختلفة ليا أو بعد من الأدوار اللي أنا عايزاها. لكن الكنيسة المعلقة لم تبنى على الأرض، إنما يا أنتي بنيت إزاي؟ بنيت على جدارين أو برجين كبيرين من أبراج الحصون الرومانية، يعني هي تعتبر معلقة مش مبنية على الأرض، هي مبنية على عمودين كبار من أعمدة الرومان. فطبعا بيطلعوا لها ازاي؟ شايفين ان هو اهو قدامنا، اهو بيطلعوا بسلم داخل الكنيسه. داخل الكنيسه يا اولاد من جوه في حجره، ماشي؟ الارضيه بتاعتها معموله كده ايه، بالازاز، بتقف تبص على منظر العمودين من الداخل. طبعا اي كنيسه يا اولاد المفروض بيبقى ليها قبه، ماشي، اللي هي ايه، اللي هي زي كده قريبه ايه من كده. لكن الكنيسه المعلقه هي الكنيسه الوحيده اللي ملهاش قبه. ده طبعا من ضمن الآثار. أديرة وادي النطرون دي في البحيرة، دي مجموعة من الأديرة، أهم دير فيهم دير الأنبا بشوي، دي من أهم طبعا المناطق الأثرية اللي بيأتي ليها السياح. أما الدير اللي قدامي دوت دير المحرق بأسيوط، وده الدير اللي نزلت فيه السيدة العذراء ستنا مريم، عشان كده
يعتبر من أهم الأديرة في الشرق الأوسط، لأن بتوجد فيه رائحة العائلة المقدسة. هنا نكون انتهينا من آخر درس في التاريخ، ونلتقي مع درس جغرافيا، آخر درس في الجغرافيا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.